معانا استاذ مؤمن. الو، اهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ مؤمن اتفضل. كنت عايز اسال على حاجه بس. هو دلوقتي انا العقد الشقه من التسعينات. تمام. من كام و90؟ لا، وكام و90 بالظبط مش فاكر. كام و90؟ طب قبل 96. قبل 96؟ قبل 96. طيب اوكي خلاص ماشي. تمام. والدي توفى في 2004. تمام. يعني مين اللي يورث لحد امتى؟ تمام. مين لما والدك توفى يا استاذ مؤمن مين كان قاعد معاه؟ لا، كان هي دي شقه والدتي ووالدي، يعني الشقه اللي انا مولود فيها. مقيم. مش والدك المستاجر الاصلي، مش والدتك صح؟ والدي هو اللي صاحب، هو اللي باسمه العقد يعني. تمام. لما توفى سنه 2004 مين كان مقيم معاه وقت الوفاه؟ لا، انا واخواتي ووالدتي. يا انت واخواتك ووالدتك. تمام. حاضر. تمام. حاضر يا فندم. ماشي، شكرا جدا. وهو ما زلنا موجودين، خلي بال حضرتك، احنا ما زلنا موجودين في الشقه. حاضر، ربنا يديك الصحه. انا بس سؤالي لحد يعني مين اللي هيورث، يعني لحد او لحد الجيل الكام يعني، فاهم قصدي؟ تمام. حاضر. تمام يا فندم. العقد بتاعه من 1990. 96. يعني قبل 96. هو من 90. والده اتوفى وكمان في 2004 توفى والده. بالزبط. هنا حاله الاستاذ مؤمن واضحه. الاب توفى بعد حكم المحكمه الدستوريه، يبقى امتد عقد الايجار لمؤمن. ايوه. واخواته ووالدته طالما مقيمين بس، هو وبعد كده يا استاذ مؤمن ما يمتدش لحد. يعني لو حد اتجوز وقعد معاهم برضه يقعد. طول ما هو قاعد مع، يعني لو مؤمن ده ما كانش متجوز واتجوز، تمام، يقعد بعد عمر طويل لمؤمن، مرات مؤمن واولاده يطلعوا، لكن ما يورث ما يورث. لا خلاص، هو ده بقى، هو ده خلاص كده. ده مره واحده حكم المحكمه الدستوريه بتاع 2002 انه يمتد لجيل واحد. تمام. اللي هو كده. طيب.